ملفنا الثاني مشاهدينا يأخذنا إلى العراق، حيث باشرت مفوضية الانتخابات عملية العد والفرز اليدويين لأصوات الناخبين في محطتي الكرخ والرصافة. أشارت المفوضية إلى إتمامها خلال أسبوع، حيث سيبلغ عدد المحطات التي ستفحص يدويا 140 محطة، مضيفة أنه بعد إكمال إرسال جميع النتائج والنظر بالطعون سيصادق مجلس المفوضين على النتائج وتعلن رسميا حينها للجميع. وأعلنت مفوضية الانتخابات أن التواصل عملية فرز الأصوات منح دولة القانون وتحالف الفتح مقاعد جديدة، مؤكدة أن النتائج حتى الآن غير رسمية، فيما ستعلن النتائج النهائية بعد 20 يوما. والفوضى التي أحدثتها إعلان النتائج الأولية للانتخابات أدت إلى طعون وإلى رفض لنتيجة هذه الانتخابات. نتابع. لا يزال رفض بعض الكتل السياسية لنتائج الانتخابات التشريعية في العراق يفرض مشهدا ضبابيا، دعا معه زعيم الكتلة الصدرية المعترضين إلى ضبط النفس والالتزام بالأطر القانونية فيما يخص الطعون. ومع توالي الاعتراضات وتزايد حدة التهديدات، يتخوف العراقيون من الانتقال من معترك السياسة إلى الصدام المسلح. المشهد في العراق يبدو ضبابيا بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات وعدم رضا كتل سياسية على ترتيبها، الذي يجعلها خاسرة لكثير من مقاعد البرلمان. وترى الأحزاب المعترضة أن هزيمتها كانت جراء استهدافا سياسيا، لا سيما وإن النتائج التي خالفت التوقعات ستفرض تغييرا على السيناريوهات السابقة. أهم شيء بالبلد يكون أمان، بحيث أنت تطلع تفتر براحتك، هاي أول أولوياتنا. ثاني أولوياتنا أنه نتأمل من هاي الحكومة إلغاء هاي الطائفية المقيدة بالبلد، يعني البلد عايش طائفية من 2003 إلى الآن، احنا نريد نعيش بسلام. وكان العدد الكلي. وفي الوقت الذي تؤكد فيه مفوضية الانتخابات أن النتائج المعلنة ليست نهائية، ظهرت عمليات فرز جديدة منحت دولة القانون وتحالف الفتح مقاعد برلمانية أخرى، وتسببت بخسارة الكتلة الصدرية مقعدا واحدا. ورغم أن عمليات الاقتراع ترى بأنها الأكثر شفافية في تاريخ الانتخابات العراقية، إلا أن الجدل احتدم بين الأحزاب المنتصرة والخاسرة، لدرجة جعلت زعيم الكتلة الفائزة مقتدى الصدر يدعو التيارات إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات على النتائج، قائلا ليس من المهم أن يكون الفائز في هذه الانتخابات، بل المهم، كل المهم، هو الشعب العراقي. تشكلت حكومة وكانت جدية محاربة الفساد، لو مو هي نفسها حاميها حراميها، اكو امل انت تغير الوضع. واذا بقت نفس الوضعيه بحيث الحرامي محمي من السلطه، محمي من الجهات العليا، ماكو امل. ومع تباين الاراء بشان ما ستفضي اليه الاوضاع، يرى معظم الناخبين ان العراق قال كلمته اثناء عمليه الاقتراع، ولم يعد يحتمل استمرار قبضه الفصائل المسلحه على مفاصل الدوله، فيما تتصاعد المخاوف من ان يتطور التصعيد السياسي للقوى التي ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقيه الى صدام مسلح. ونتيجة التوقعات بعدم حدوث أي تغيير في الخارطة السياسية المقبلة، ربما تشهد البلاد انتفاضة جديدة تكون أكثر حدة من سابقتها. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد.
ينضم لنا من بغداد الباحث السياسي العراقي السيد بسام القزويني. سيد بسام، من المعتاد ومن المنطقي ومن المقبول للبعض أن يكون هناك اعتراض على نتائج الانتخابات، تابعناه في دول عديدة، ولكن غير الطبيعي أن يكون هناك تشكيك في نزاهتها ورفض لنتائجها بشكل مطلق وخروج البعض يهدد بقطع الطرقات أو باستخدام السلاح، إلى أين سيكون السيناريو؟ شكرا جزيلا للاستضافة الكريمة. بالتأكيد ما حدث هو خارج الإطار الديمقراطي، خارج الإطار الدستوري، خاصة وأن تراجع عدد المقاعد لبعض القوى هو حصل ترشيح حقيقة لهذه القوى التقليدية في مقابل تسمين أو تزايد وتضاعف أعداد قوى أخرى، وأيضا ولادة قوى جديدة كالقوى التي حقيقة هي كالقوى التشريدية القريبة من ساحات الاحتجاج، وبالتالي جاء الفتح أكثر المتضررين الذين حقيقة لديهم ارتباطات بميليشيات وفصائل مسلحة تحمل السلاح وأحيانا كثيرة تتمرد على الدولة كما حدث في الشهور السابقة، وبالتالي صعد الفتح من مواقفه خطاباته تحركات الفصائل في العراق. هو دعا أعتقد اليوم أو يوم أمس لالتحاق الكثير من المنتسبين إلى قطاعاتهم، لكن في نفس الوقت جاءت تغريدة الصدر يوم أمس حقيقة هي محاولة لتليين أو تشريب المائدة السياسية المتصلبة، أنه دعا إلى تعظيم الشعور العالي بالمسؤولية وتقديم مصلحة الشعب على حساب موضوع تشكيل الكتلة الأكبر أو الطعن حقيقة تجاه عدد المقاعد من شأنها. عدد المقاعد يمكن أن طعن له بشأن القانوني بصورة قانونية، الدستور والقانون كفل لكل القوى الطعن والمضي باتجاهات إدارية قانونية، لكن في نفس الوقت يجب أن نحترم ضبط الإيقاع الذي نجح فيه السيد الكاظمي بإنجاح انتخابات لاقت ترحيبا دوليا كبيرا جدا، حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتحاد الأوروبي، أيضا المراقبة الدولية التي هي موجودة ستقدم تقريرها النهائي في غضون أقل من 30 يوما، وبالتالي هذا يعزز نزاهة هذه الانتخابات. ولكن هل تعتقد أن ذلك كافي؟ إلا أن النقطة، نعم عفوا، مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال شكلنا لجنة أمنية عليا خاصة بالانتخابات ذات مهمة قتالية من أعلى قيادات الجيش لكوننا يقول نتعامل مع بعض الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة، فالرافضون والفائزون جميعهم لديهم سلاح. أنا أستبعد أن يحدث هناك صدام مسلح إلا إذا قفزت هذه القوى على الدولة وهددت الأمن المحلي أو هددت المؤسسات، بالتالي أعتقد أن هناك يحدث صدام أو رد فعل حقيقة قانوني ضد هذه التحركات. إلا أن أعتقد في النهاية هناك موضوع مهم جدا، هذه الفصائل المسلحة هي لديها انتماءات للفتح، الفتح القريب من إيران، والفتح اليوم بحاجة للتحالف مع دولة القانون، وأعتقد في أن المالكي سيكون هو ضابط الإيقاع لتلك الفصائل، بمعنى أنه في التجارب السابقة في مواقف من تمردها ذهب المالكي للتدخل وواد الفتن في حينها، أي أنه قادر على ضبط إيقاعها، خاصة وإذا ما علمنا بأنه يسعى بقوة للدخول في الحكومة المقبلة كونه حصل على عدد مقاعد مميزة بعد الكتلة الصدرية، وربما لم يكن هنالك شيء مستحيل أن يدخل في تحالف مع الصدريين، ربما هذا مستبعد إلى حد كبير. وأعتقد في أن من يذهب إلى المعارضة بين الصدريين وبين دولة القانون أعتقد هو الأقرب دولة القانون في الذهاب إلى معارضة في البرلمان، إسوة بالمعارضة التي أعلنت اليوم من الحركات الجديدة. طيب. كان هناك في التقرير الذي أعطيناه قبل قليل حديث لأحد المواطنين العراقيين بأنه ما يريدونه هو أو ما يريده هو إنهاء الطائفية المقيتة، قال بالتالي نتحدث الآن عن من سيشكل الحكومة، هل يمكن إنهاء نظام المحاصصة الحزبية؟ الكتلة الفائزة كتلة الصدر تتولى تشكيل الحكومة، فإن لم تستطع تحال إلى الفائز الثاني وهكذا؟
تشكيل الكتلة الأكبر وفق المحكمة العليا، محكمة الاتحادية، جاء لحقيقة الاتحاد بين كتلتين أو أكثر بعد النتائج الانتخابية، كما حصل منذ العام 2010 وحتى هذا اليوم أي 11 عاما، وبالتالي أي تغيير في هذا القانون سحقيقة يؤدي إلى تقويض العملية السياسية، أي أن أكثر من عقد العملية السياسية في العراق تمضي بطريق غير دستوري وغير قانوني، وهذا خطير جدا. وأعتقد في أن المحكمة التي ارتأت في قرارها في ديسمبر العام 2019 هو لتكرار هذا المشهد، بمعنى أن الكتلة الأكبر ستتشكل من كتلتين أو أكثر، إلا أن الملاحظة المهمة في كيفية القضاء على الطائفية، هل ستبقى القوى الشيعية هي التي كفيلة بتشكيل الكتلة الأكبر؟ وهو لا يتوقف على القوى الشيعية فقط، بل موقف الكرد أيضا. الكرد يعني تأكدوا في أن في كل دورة انتخابية هم يترقبون الكتلة الأكبر بترشيح شخص لرئاسة الحكومة، وبالتالي هم يطرحون مرشحهم لرئاسة الجمهورية، أي أنهم ينتظرون النتائج في بغداد بغية تقديم أوراقهم من أربيل. إلا أن هذه المعادلة ممكن أن تتغير، وأن يسعى الكرد بالإضافة إلى القوى السنية بالدخول في كتلة أكبر ربما تغير من المشهد السياسي في العراق وتنقله إلى مرحلة سليمة. سأواصل معك سيد بسام في موضوع الكتلة الأكبر ويعني التجاذبات حولها، لكن مع النتائج الأولية المعلنة واحتفاظ كتلة مقتدى الصدر بالأغلبية، نتابع توقعات مسار التحالفات لتشكيل هذه السلطة الجديدة. نتابع مشاهدينا. طيب سيد بسام، إذا كانت الكتلة الأكبر هي التي ستتشكل داخل البرلمان، لكن هناك تعديل في العام 2020 للانتخابات منع بموجبه في المادة 45 من انتقال النائب أو الحزب أو الكتلة المسجلة ضمن قائمة مفتوحة إلى ائتلاف أو حزب أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة. فهمه البعض بأنه الكتلة الأكبر هي من يحق له الفائزة في الانتخابات، هي من يحق لها أن تشكل الحكومة حسب هذا التعديل، ما رأيك؟ يعني المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 هي منعت انتقال أعضاء مجلس النواب بعد إعلان النتائج النهائية، إلا أن هذا الموضوع يتقاطع حقيقة مع الدستور العراقي. في الدستور في المادة 93 كفل لي المحكمة الاتحادية أن قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات، وبالتالي معادلة الدستور تعلو على معادلة القانون، أي أن هنالك خطأ في موضوعة القانون أو مراجعة في موضوعة الدستور. وهنا أعتقد في أنه ربما ستساءل أيضا المحكمة، سترسل القوى السياسية سؤالا استفسارا للمحكمة الاتحادية للبت مرة أخرى في موضوعة الكتلة الأكبر التي ممكن أن ترى النور بعد شهور من الآن. الموضوع في العملية السياسية سيكون طويل حقيقة، وأن اختيار شخص رئيس الحكومة أو التصويت على الحكومة لا أتوقع أن يكون قبل الربع الأول من العام المقبل. طيب، تقدم أشار إلى أن الحلبوسي أشار إلى أنه سيتوافق ويتحالف مع الصدر من أجل تشكيل الكتلة الأكبر وبالتالي تشكيل الحكومة، لكن هناك سيناريو آخر أن يكون هناك تفاوض بين كل الموجودين، كل حسب غنيمته وحصته من المقاعد في البرلمان ليحظى بمناصب حكومية، ما احتمالية هذا السيناريو؟ بالتأكيد الجميع سحقيقة يذهب باتجاه الحصول على مناصب وتوزيع الكابينة الوزارية، ولهذا ربما سيبقى السيد الحلبوسي رئيسا للبرلمان إزاء دعمه للكتلة الأكبر، لأن مرشح الكتلة الأكبر
بالنتيجة هنالك قوى أخرى لا ننساها مؤثرة في المشهد السياسي، حتى وإن لم تحصل على بعض المقاعد، على سبيل المثال تحالف قوى الدولة الذي يضم الحكيم والعبادي ربما حصل على 5 مقاعد أو 6 مقاعد، لكن في النتيجة هم لديهم حقيقة أيضا قرار في الشأن السياسي، ربما تراجع إلى حد ما، لكن يحسب لهم الرأي ويستمع إلى رأيهم بالنتيجة. في نفس الوقت هنالك قوى جديدة دخلت إلى البرلمان وهي مستقلة قرابة 40 مقعد أو أكثر، هذه القوى قادمة من حراك شعبي، هذا الحراك انعكس اليوم في البرلمان، يجب أن تحتسب. أنا أراها في حقيقة أنها بيضة القبان في تشكيل الحكومة من عدمها، أي أن الكتلة الذكية لا تمضي باتجاه تشكيل الحكومة دون موافقة ممثلي الحراك الشعبي. أي أن تجاوز هذه الكتلة الجديدة هو تجاوز الحراك الشعبي الذي خرج في العام 2019 ولا يزال يطالب بالتغيير والإصلاح والبناء، والذي جاءت بناء عليه هذه الانتخابات المبكرة. شكرا جزيلا لك السيد بسام القزويني الباحث السياسي، كنت معنا من بغداد.